ضيعت قبل كده سنة من عمرها في السجن في قضية ملهاش لازمة، ولا يعني عشان طلعت جدع مع الست هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع القطاعين الطرق والحرمية؟ ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك، دي بنت غلبان يا اسطى. شكري ما تخافش، كوريا ما عليهاش أي حاجة، أنا هبعت لها محامي النهاردة يطلعها. تلاقي الضابط بس كان بيضغط عليها شوية عشان تعترف بمكان هايدي، وبعدين هو ما قبضش على هايدي عندها عشان يثبت إنها كانت تتستر عليه. ما خلاص بقى يا عم شكري، خلاص يا عم شكري، قال لك ما عليهاش حاجه يا عم شكري. يا باشا مهندس، دول مش مستنيين يثبتوا حاله، دي ناس يدها طايله. انا كل اللي مضايقني دلوقتي كوريا بنت اختي، زمانها قاعده كيف الطفله صغيره مزعوره في وسط عتاويل الاجرام. بقى انتوا بتتكتلوا عليا روح خالتك منك ليها؟ بقول لكم ايه اللي فيه كوريا حسكن القناطر تبقى تسال عليا هناك، تقول كوريا ابقاط هم عرفوها كويس انا مين، واللي فيكم مش راحة أول ما تخرج من هنا وتدوس على أسفلت كده أهو تبقى تتشاهد إن ربنا نجاها من تحت إيدي. كاتكو 60 إيد كوريا عبد العاطي. نعم. تعال. ماشي، أنا خارجة أتمم على الاسم وراجعلكوا تاني. لو لقيت واحدة بس لفت وشها كده أهو ولا قعدت هشقلبها، هخلي إيديها تحت كده ورجليها فوق. ماشي، كاتكو القرف. بعتين لك محامي اللي مع ربنا قلبه مرتاح يا باشا. لو عايز احبسك وارحلك على النيابه دلوقتي هحبسك، والنيابه بقى تبقى تتصرف في موضوع التستر ده، لكن انا هخرجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصه ود. لكن لو ما جيتليش من نفسك وقلتلي هايدي فين لمصلحتها ولمصلحتك، اقسم لك بالله لاكون قابض عليها ومرحلكم انتوا الاثنين في كلبش واحد. ونعم بالله يا باشا، شكرين. ألف شكر يا فندم. السلام عليكم. يا باشا أنا راقبت الحارة كلها واتقصت. هيدا أبو طالب عاملة نفسها راجعة من الخليج واسمها جمالات، وإنها بنت خالد بنت كوافيرة اسمها كوريا. وهيدا لما مؤاخذة كانت فاتحة يعني محل قمصان لوم وحاجات زي كده يا باشا، وعلاء بيه اللي كان بيحميها. بس هي يا باشا كانت مشيبة رجالة المنطقة كلهم، معلمين وسواقين تكاتك وجزارين، حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزها. ومين لسه على اتصال بيها؟ أكيد علاء بيه. عشان كده قبض على البنت كوريا وحبسها، خايف لطرطش بالكلام وحد يعرف مكان هايدي بعد ما هربها من المنطقة. طب اتكل انت على الله ارجع هناك وتبلغني اول ما اللي اسمها كوريا دي تخرج. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. ماشي علاء. ايوه دكتور نادر، بقول لحضرتك ايه؟ انا مكسوفه منك جدا يا نوال، يعني انت النهارده ما نزلتيش الشغل بسببي وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا اختي راحه، وانا عملت الصح مع عزوز عشان اكهربه، وبعدين انا حالفه اعمل لك الخد ده زاد والخد ده ميه، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. حرام عليكي، كوريا دي جدعه وطيبه وانت برضو شكلك جدعه وطيبه. يعني انا حاسه ان انتوا لولا المشاكل الصغيره اللي كانت ما بينكم بتاعه الشقه وابراهيم كان زمانكم بقيتوا اعز اصحاب. اصحاب مين يا ست؟ ده لو القط ولف على الفار انا وهي لمؤاخذه لا يمكن نولف على بعض ابدا. طب انا كنت عايزه اطلب منك يعني طلب صغير. يا اختي اموري. ينفع يعني استعمل موبايلك؟ لازم اكلم بابي. ياخدي اتفضلي يا اختي اتفضلي. ميرسي. بصي هو انا معايا موبايل بس ما ينفعش اتكلم من الخط اللي فيه، لازم اجيب خط جديد. يا اختي انزل اشتري لك، هو موال بس استخدمي ده يا اختي براحتك. ميرسي. بابي حبيبي يا بابي، وحشتني جدا جدا جدا. اهلا يا هايدي. اهلا حبيبتي السيد، وحشاني موت. انا نفسي اجي ابص عليك. بلاش زيارات يا بابي، يعني اصلا انا مش عايزه اضايق نوال. تضايقيني ده ايه يا اختي؟ ده بيتك ومطرحك، تجيبي فيه اللي انت عايزاه. متشكره ميرسي. يا بابي. نادر مخلي باله من كل حاجه وعامل شغل في القضيه، بس الواد الظابط ده اللي اسمه علاء طلع مش كويس. تصوري قبض على كوريا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ قبض على كوريا؟ بس طلعناها بنت غلبانه وجدعه قوي قوي قوي، ما جابتش سيره اي حاجه عنك. حبيبتي يا كوريا وحشاني قوي، نفسي اشوفها هي وسندس. طب بص يا بابي، انا عايزه دينا تجي لي هنا وتجيب لي معاها هدوم جديده وتجيب لي كمان ايباد بدل اللي اتحرق في المحل ده. حاضر.
طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء. تاني علاء؟ قلبك ده كده على طول ماشي بيكي غلط، مش عارف اعمل ايه. ربنا بنتي يبعده عنك وما يوقعكيش في حد وحش تاني ابدا. تعال تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا حاج عرفه، بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا، هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعز الراجل اللي ليه في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي ليه في الستات. خير يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه، هو كان عايز يخش في فلوس البونه والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقه. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال؟ انا اقل مبلغ بشارك بيه 500,000. صل على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا هنروح من بعض فين؟ يا ريت والله. لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قصت لك الباقي. يعني ده اخر الكلام يا معلم؟ ده اخر كلام عندي. طب معلش بقى معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، اصدر مفيش نصيب. يلا سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف هيما؟ لو العماره دي طلعت 11 دور هتتكلف بالارض بحوالي 1,200,000 وهيبيعهم ب 3,000,000، وانا لو خشيت ب 100,000 ان شاء الله هطلع ب 200,000 في كذا يوم. خلاص بقى خيرها بغيرها يا معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شويه يمكن يوافق، ساعتها هديلك الخمس بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق، انا عارفه. لا مش هيوافق عشان خاطر بس. طب بص انا ايه، هحاول معاه كده ويعني هشوف ميته وايه وبقول لك، بس هو مش هيوافق انا عارف، بس انا هحاول معاه. الو. الو. ايوه مين معاي؟ ايه ده مش عارفه صوتي؟ لا اختي مش عارفه صوتك، مين معاي؟ طيب طيب بالراحه، انا جولي. جولي؟ خليت نوال جابت لي نمره جديده وقلت لازم اكلمك انت اول واحده. ده بامرت ان شاء الله. كنت من بيت اهلك؟ اه اكتر من اهلي. ايوه صح، بامرت ما سبتيني ورحت قعدت عند عدوتي. هن عليك العيش والملح. دي نوال بتحبك قوي، دي حتى قالت لي ان لولا المشاكل الصغيره كان زمانكم بقيتوا اكتر من الاخوات. اندهالك تكلميها؟ يا اخي كلمها عذراء انت ومقابله مستعجله. بقول لك ايه؟ اخلصي قولي عاوزه ايه؟ طيب خلاص سيبينا من سيره نوال. بابي قال لي ان علاء قبض عليكي وخرجك، ده حقيقي؟ انت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه تطمني على سيده علاء بتاعك ولا عاوزه ايه؟ في ايه يا بنتي؟ انا عايزه اطمن عليكي. قولي لي عامله ايه في البيت والشغل وكده؟ لا يا اختي اطمني. البيت بيقع وقفلت المحل وقعد مرزوع زي قرد قطع بالظبط، ليكي شوف حاجه تاني؟ قفلتيه ليه؟ ما عادش جايب كهربته وخلاص، ما عادش عندي خلق انهد مع النسوان على الجنيه والاتنين، ويا ريتهم بييجوا. يلا ان شاء الله الامور تتحسن. طمنيني بقى على سندس، وحشاني قوي. سندس؟ سندس ربنا يتولاها بقى. قطع الاكل والشرب، اهرى نفسها من العياط، وما بتنامش الا على فرشتك. يا ربي. طب انا نفسي اشوفها، دي وحشاني قوي. بصي انا هبعتلك العنوان في رساله، هاتيها وتعالي على هنا. انت اتهطلت يا بنت. سندس مين اجيبها عند نواه؟ انا عدي على بيت المقطوعه دي يا اخي، عدي عليها قطر البعيد. اسمعيني بس، نوال بتروح كل يوم الكباريه الساعه 7 وبترجع بالليل متاخر، انت هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع، بس خلي بالك من المراقبه. بقول لك ايه يا اختي، انا مش الفلبينيه اللي جابها لك عمك شكري، ارحمي نفسك تامير. وبعدين تعالي هنا، انت اللي اخترتي تقعدي عند الواطيه دي، يبقى خلاص ما تجيش بقى دلوقتي تعملي لي فيها القلب الطيب وتقولي لي انت وحشاني واشوف سندس والجو ده. انا فاهم سلام. سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكيه موكلتي كل الاصول الموضوعه تحت تصرف البنك كضمان للقرض. ما دي عندنا ولا فيهم ورق جديد؟ الحقيقه انا عايز اثبت بيهم ان البنك علشان يطلع القرض قام بتقييم الاصول بطريقه طبيعيه جدا وروتينيه، مفيش اي تدليس، مفيش أي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك للاستيلاء على قيمة القرض. تمام. سيادتك ده طلب بتشكيل لجنة من خبراء التسمين لإعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها. وعايزين نضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقرض.
الكلام ده طبعا سيادتك لتحديد القيمه الحقيقيه المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك، ويكون التعامل بناء على الرقم ده